طب السادة الكرام، عمليا احنا بنتكلم على الكوكب، ما هو مش هينفع العالم كله يتحدث عن كوكب الارض، الكرة الارضية والحفاظ عليها، ده واحد. اتنين، وكيفية الحفاظ، يعني ازاي تقدر تعمل نشاط اقتصادي، وبين قوسين كده اي نشاط اقتصادي على قديمه بالطرق القديمة التي اعتدناها من ساعة ظهور البشر على هذا الكوكب لحد فترة قريبة جدا تؤدي الى تلويث الكوكب، صح ولا انا غلطان؟ ده مظبوط. تؤدي النشاط الاقتصادي يؤدي الى تلويث الكوكب. خلوني ارحب بضيوفي الاعزاء. خلوني الاول استاذن ان انا ارجع الاول لدكتور محمد النويشي واسال بناء على الفيلر ده، هو الكوكب هينتهي؟ مما لا شك طبعا ان احنا في ازمه، في ازمه مش في ازمه في مصر بس، ازمه في اغلب دول العالم، تمام، وبنواجه الى حد ما كوارث موجوده في اغلب دول العالم، وكان لابد من ان يكون مؤتمر المناخ اللي موجود في شرم الشيخ اللي تم الجلسه الختاميه بتاعته امس، ان يكون مؤتمر تنفيذي بالفعل، تمام، مش مؤتمر لتوصيات تمت في مؤتمر 26، تمام، ولم يتم التنفيذ على ارض الواقع في اي شيء. احنا بنمر بازمه على مستوى العالم، ازمه كبرى، ازمه كبيره، ازمه يجب اغلب قاده العالم اللي كانوا متواجدين في شرم الشيخ، التحالف وال 100 مليون ال 100 مليار دولار لازم أن يتم في يوم بدء التنفيذ على ارض الواقع فعلا، مش ما يكونش كلام. اغلب الدول لم تلتزم بال 100 مليار دولار. فاحنا هنا بنتكلم على الصعيد، هنا في مصر التغيرات المناخيه بتاثر اقتصاديا، بتاثر على السياحه، بتاثر على الزراعه، بتاثر على البيئه، بتاثر على المياه، بتاثر على كل شيء في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فاحنا هنا استاذ يوسف اللي بنتكلم مع حضرتك عليه ان مساله عايزين نبدا بيكون في مساله ان التزامات بال 100 مليار دولار. 100 مليار دولار ده عمليا الحد الادنى.